اهلا بحضراتكم مره اخرى. انا عندي قاعده في حياتي في شغلانتي في الميديا انه كره القدم طبيعي تاخد اهتمام كل الناس. امتى بقى الالعاب الاخرى تاخد اهتمام الناس؟ لما يبقى فيها شغل فني وشغل فيه انجازات استثنائيه. اللي بيعمله نادي الزمالك في الفتره الحاليه في فريق كره السله هو شغل استثنائي وشغل فني محترم جدا، سواء من المدير الفني او من اللاعبين. فوز بدوري ابطال افريقيا، الوصول لنهائي الدوري امام الاتحاد السكندري، كل ده لازم يلفت نظرنا، يلفت نظرك للفريق، يلفت نظرك للمدير الفني، ويلفت نظرك للاعبين. واحد بقى من اللاعبين الموهوبين جدا في هذا الفريق، واحد من الصاعدين زي ما بيقولوا كده اللفظ الشهير او الجمله الشهيره بسرعه الصاروخ، هو مهاب ياسر نجم نادي الزمالك لكره السله. مهاب صباح الفل عليك، مشرفني ومنورني. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس، كله تمام. طيب قبل ما اخش معاك في الحوار وقبل ما اخش معاك في الحديث هوريك حاجه ونرجع نكمل كلامنا، تعالوا نشوف. مهاب ياسر كان ضيفنا النهارده، وبالصدفه قبل ما نخش على الهواء على طول عرفنا ان عيد ميلاده، فحبينا نعمل له المفاجاه دي ونقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون طيب. سنه كل سنه وانت طيب مهاب، طيب ربنا يخليك مليون سنه. الله ربنا يخليك، شكرا. انجاز رائع جدا مع نادي الزمالك، بطوله رائعه جدا، بطوله افريقيا. عايز ابدا بيها وبعد كده نمشي على امور كتيره اخرى ليها علاقه بيك انت شخصيا وليها علاقه بنادي الزمالك. بطوله افريقيا دي وانتوا رايحينها الامور صعبه، المنافسه صعبه جدا، المنافسه تقيله جدا. الزمالك في كل مباراه كان بيعمل شغل رائع جدا ومميز لحد المباراه النهائيه. ازاي عملتوا الشغل ده؟ الفرقه الحلوه دي سببها ايه مع مدير فني محترم جدا؟ طبعا البطوله دي كانت اول مره تتعمل تحت رعايه الام بي اي في رواندا. بطوله صعبه جدا، كان كل فرقه فيها اربع محترفين وكان فيها يعني زي محترفين اصلا من البلد، فالموضوع كان صعب جدا. كان كل ماتش بنخشه كانه نهائي، فالموضوع كان صعب ومرنا بظروف صعبه كتير جامد يعني كتير جدا في رواندا. حجر صحي 10 ايام وبعد كده اتمرنا وبعد كده خدنا على الماتشات، وما كانش في فتره كبيره، بالعكس كان في بتاع يعني يومين ثلاثه بس. فالموضوع كان صعب جدا، ولكن احنا الحمد لله يعني كلمه السر طبعا روح اللعيبه، وبنتكلم دايما مع بعضينا ككبير صغير. ما فيش في الباسكت، هم يعني معودنا في فريق الزمالك ان ما فيش كبير وصغير في الفريق. هم دايما بيكلموني كاني انا لعيب كبير زيهم. يعني مش ما فيش اللي هو انت عشان لعيب صغير فبنبعدك عن الاندماج او السيستم بتاع الفريق، لا. ده يعني ده من اول يوم صعدت فيه في النادي وانا حاسس بكده، من اول 2019 وانا خدت دوري مع نادي الزمالك ما حسيتش ان انا لعيب خارج عنهم خالص. طبعا مرنا بظروف صعبه جدا، والحمد لله الماتش النهائي بالذات يعني كان قبل الماتش احكي موقف كده بسرعه. يا ريت لا براحتك. طبعا يعني اللي في كذا لعيب قريب مني في الفريق، فان انا اكون عندي 18 سنه او 17 سنه واخش النهائي بطوله افريقيا بتبقى انت عندك خوف شويه، يعني ما عندكش اكسبيرينس ان انت كلاعب يعني لعيب صغير، ما عندكش لعيب عنده 34 سنه او 31 سنه. صح. فدايما اللعيبه بتديني نصايح، يعني ما تخافش ركز. ودايما انا ما خفتش، يعني ناس كتير قوي بتفتكر ان انت تخاف او ما يكونش عندك ثقه فيك، فانت لا بتورين بلعبك في الملعب. الموقف اللي حصل بقى يعني هم كانوا معاك ايه قبل المباراه؟ هو كنت انا هو في خمسه بتدوا الماتش، فانا كنت من الخمسه دول، فالموضوع كان يعني مش مفاجئ لان انا ابتديت في كل الماتشات، بس هي كنت خايف شويه يعني اللي هو بلاش انا في البدايه. اللي هو انا عايز اشارك ماشي ومتشكر جدا ومبسوط، بس خليني اخش لما المباراه تشتغل. فالموضوع كان صعب وكان في ناس كتير قوي في الملعب وكان في سفراء من كل الدول. فكلمت مع زميل ليا اسمه احمد حاتم، عمر هشام طبعا، كلمه معايا وما تخافش وركز واحنا عندنا ثقه فيك، فانت لما تسمع الكلام دوت ما بتفكرش تاني، يعني بيدوك ثقه ودي يعني كلمه السر بتاعت اللعيبه. انت في اصلا مباراه من المباريات بس مش فاكر كانت مع مين، انت خدت مان اوف ذا ماتش، يعني كنت انت افضل لاعب في المباراه وكنت مقدم مستوى رائع جدا، فانت اصلا ما فيش خضه يعني خلاص. بس يعني لما تيجي ماتش النهائي دوت بيبقى ليه احساس تاني، بيبقى ليه حسبه تانيه في دماغك، فكنت خايف شويه. بس طبعا اللعيبه يعني لما تسمع منهم كلام بينقلك في حته تانية خالص. في لحظه في المباراه النهائيه دي تحديدا اتحاد المنستيري، ف
حسيت انه المباراه بتروح مننا مش هنكسب؟ قلقت؟ لا، هو دايما يعني كان كلنا عندنا ثقه بالله ان احنا هنكسب البطوله طبعا. بس في اول الماتش كان هم قاعدين علينا فرق 12 بوينتس فالموضوع كان يعني احنا نلحقهم ولا هم يفرقوا عننا بس احنا الحمد لله طبعا كلمه سر يعني هي روح اللعيبه. يعني انت انضميت للزمالك قبل البطوله الافريقيه على طول ولا كنت معاهم من قبلها؟ لا، كنت معاهم قبلها بشهرين. رجعت اجازه وقلت ما اقعدش يعني في البيت، هم اولى بيا الفتره ديت، ونزلت اشارك معاهم وان شاء الله اسافر بعد الدوري. انت كنت فين بقى؟ ما انا هنخش بقى في امريكا دي، انت كنت فين قبل ما تروح نادي الزمالك؟ انا كنت في هاي سكول اسمها ام بي اكاديمي، ليها 7 فروع في العالم، استراليا والصين واليابان، بس انا اخترت ان اكون في افريقيا في السنغال. هو بسافر كل شويه، بلعب بطولات في امريكا، بلعب بطولات في لندن، فرنسا، ايطاليا. بس رجعت اجازه، خلصت الفتره ديت ومضيت مع جامعه الحمد لله. يعني انت دلوقتي راجع امريكا تاني؟ راجع امريكا تاني بعد الدوري. بعد الدوري ان شاء الله. ومضيت مع جامعه هناك؟ ان شاء الله. الجامعه معروفه يعني اسم معروف. دي وان بتلعب دي وان اسمها ايسترن تينيسي في ولايه تينيسي. راجع ان شاء الله بعد الدوري تاني، بس ان شاء الله خلص الدوري عندنا الاتحاد يوم 20. هروح للاتحاد، بس خلينا نكمل دي. الجامعه دي ممكن تاهلك بعد كده انك تلعب في دوري المحترفين ام بي اي، ولا انت بتاخد يعني فهمنا برضو اكتر تفصيلا انت بتفكر في ايه؟ انا طبعا اي لعيب بيلعب باسكت نفسه يلعب في ام بي اي، ده بيبقى حلم طبعا. فانت اللي ممكن تقعد سنتين في الجامعه وبعد كده تلعب في الام بي اي، هي المنحه بتبقى 4 سنين في الجامعه. وانت ممكن تقعد بس سنتين في الجامعه وتروح ام بي اي. هايل. لو انت قضيت، لو انت عملت بشكل كويس ناس بتبص عليك ويعني زي يديك زي منحه تانية بس في الام بي اي. هايل. ولو انت مو عايز تقعد 4 سنين في الجامعه وتستفاد منهم وبعد كده تطلع بعدها بام بي اي، برضه ده متاح. طب اكيد نادي الزمالك هيقول لك روح شوف مستقبلك، مش هيبقى متضايق ان انت تمشي، بس اكيد نادي الزمالك بيفكر فيما بعد مستقبلك. يعني لو حبيت ترجع مصر هنا تاني، هل اتفقتوا على حاجه؟ هل نادي الزمالك اتفق معاك لما ترجع مثلا تبقى موجود في النادي؟ في تعاقد كلمته في ايه؟ طبعا الكلام ده ما فيهوش اتفاق يعني. ده نمره واحد وخيره عليا طبعا نادي الزمالك، وفي اي وقت هرجع مصر العب في نادي الزمالك. دي ما فيهاش كلام تاني يعني. وان شاء الله بعد ما ارجع، يعني انا برجع اجازه او برجع طبعا برحبوا بيا في اي وقت، انزل اتمرن معانا، انزل العب معانا ماتشات. فدي يعني عندي هو ما فيش تعاقدات ولا حاجه، هو بالحب طبعا. يعني العلاقه بينك وبين نادي الزمالك ما فيهاش تعاقد طبعا، غير اتفاق. عظيم جدا. تعالى بقى نروح للدوري، فاينل دوري. من المفترض انه صعب جدا، فرقتين في منتهى القوه الزمالك والاتحاد، نهائي البيست 5 مباريات في منتهى الصعوبه مع الاتحاد. هتتعامل معاه ازاي؟ شايف منافسك القسم الاتحاد ازاي؟ هو طبعا فرقه على اعلى مستوى الاتحاد وكوتش كبير طبعا، بس طبعا احنا يعني لما رجعنا من بطوله افريقيا كان عندنا ماتش جزيره، هم فرقه كبيره برضو وكوتش كبير، بس احنا الحمد لله اهلنا بشكل كويس ويعني خلاص قفلنا صفحه بطوله افريقيا وان شاء الله ركزنا في ماتش الجزيره. كسبنا 3-0 الحمد لله، مجهود من اللعيبه ومجهود من الكوتشز، فالحمد لله يعني. رحنا ماتش الاتحاد، ماتش صعب طبعا يعني. هو ماتش صعب جدا، بس انا فاكر ان احنا في ماتش النهائي الجزيره 2019 نهائي الدوري كان ماتش صعب قوي برده، وكسبنا 3-2 في الاخر. فلا مفيش يعني مفيش حاجه بعيده عن ان احنا تعبنا كتير واتمرنا كتير، وطبعا عندنا ثقه بالله دايما يعني. وانجاز عظيم انك تاخد بطوله افريقيا بعدها بطوله دوري، بطوله الدوري كمان في منتهى الصعوبه مع فرقه صعبه جدا. طبعا يعني نادي الزمالك ما عودناش ان احنا نكتفي ببطولات، احنا دايما بنقفل الصفحه وندور على بطوله ثانيه. طيب الجزئيه المهمه كنا بنتكلم فيها انا وانت قبل ما نخش على الهوا، المدرب. انت عندك فرقه حلوه جدا، عندك مجموعه لاعبين رائعين جدا، بس لو عندك لاعبين رائعين جدا وما عندكش مدرب كبير زي الموجود في الزمالك حاليا يبقى عندك مشكله. طبعا كابتن اوجستي اول ما جيت من السفر شفت حاجه اول مره شفتها نادي الزمالك، ان هو يمرن تو جروبس، جروبس الناشئين وجروبس الكبار. فدي اول مره اشوفها بجد. ف يعني اول ما شفت التمارين دايما بشكل صبح وبالليل صغيرين وكبار، ان انت بتاهل ان انت لعيب الصغير لما يطلع يكبر يلعب في فريست تيم يبقى متعود جاهز. متعود على السيستم ان انت عودته عليه صحيح التمارين قبل كده صحيح. فدي طبعا يعني انا اول ما شفتها حسيت ان هو لا مدرب كبير، وانا اتمرنت معاه كمان مع كبار، لا مدرب كبير. مفيش اللي هو في الباسكت كبير وصغير، اللي بيتعب في الملعب واللي بيبذل جهد اكتر هو اللي بيلعب، بيبقى كانه محفوظ في الملعب. صحيح. طيب وانتوا راجعين من بطوله افريقيا كان جميع نادي الزمالك في استقبالكم بشكل عظيم جدا، وشفت حتى من بعض اللاعبين تويتس مكتوبه انه عايزين جميع نادي الزمالك تبقى موجودين. قول لي كده احساسك اول ما رجعت
من بطولة افريقيا ولقيت جماهير الزمالك واسماء كبيره كمان من اسماء الزملكاويه المشهوره يعني موجودين في استقبالكم في المطار، كان احساسك احنا كنا عارفين كل اللعيبه ان احنا لو كسبنا اكيد الجماهير جينا المطار. عظيم. فطبعا اول ما كسبنا كنت انا ومصطفى كيجو يعني نفسنا يعني احنا كنا فرحانين اصلا، يعني الفرحه كانت 200% عشان الجماهير هتيجي. عظيم. فطبعا ده يعني انت تكون معاك جمهور وبتسندك دايما وبيدعمك دايما، دي حاجه يعني بتنقلك في حته ثانيه في الملعب، وبالذات لما احنا كسبنا احنا كنا فرحانين بالظبط علشان الجماهير كانت هتيجي. ايه اكتر هتاف كان بيفرق معاك لما تسمعهم جماهير نادي الزمالك؟ هو انا عمري ما شفت الجماهير نادي الزمالك عشان موضوع الكورونا دوت يعني طبعا. بس لا انت بتحبه الجماهير نادي الزمالك حتى لو بتحب طبعا اللي هو الولا ولا هو ابن نادي اهو. عظيم جدا. فدي يعني بسمعها اللي هو بتنفخ كده من مكاني طبعا. فطبعا يعني ملوك الصالات ايه رايك فيها؟ دايما بيقولوا عليكم ملوك الصالات. طبعا احنا يعني جماهير يعني انا بحب الجماهير نادي الزمالك بالذات على السوشيال ميديا بتدعمنا كتير جدا وبتقف جنبنا، فدي حاجه طبعا مش قليله. فبشكرهم وبشكرهم وبوعدهم ان شاء الله ناخد الدوري ونمسكهم. عايز اسالك في الاخر على علاقه لعيب، يعني مثلا احنا بنقدر نشوف قوي علاقه لعيب كره القدم ببعض شكلها عامل ازاي. ممكن لعيب كره السله شويه عشان مش نفس اهتمام الجماهير بكره القدم ما نعرفش علاقه اللاعبين مع الفرق الاخرى، يعني علاقتك مع لعيب الاهلي مع الاتحاد مع الجزيره العلاقات دي بتبقى عامله ازاي في الكواليس؟ لا طبعا احنا مالناش دعوه بالماتش، يعني احنا دايما بنخش سلام على بعضينا نقعد مع بعض حتى بعد الماتش لما بنخسر او يعني بكلم يعني مثلا كذا زميل في الاهلي الاتحاد جزيره بكلمهم ما تزعلوش اللي هو عملت ماتش كويس. لا طبعا يعني ما لناش دعوه يعني طبعا في جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه ثانيه. فدي احسن حاجه طبعا ما بين يعني دي كلمه سر طبعا عشان يبقى في منتخب مصر بعدين بنروح نقعد مع بعضين، فاللي هو جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه ثانيه خالص. يعني مين اللعيبه العالميين واللعيبه طبعا المحليين اللي انت بالنسبه لك دول الامثل الاعلى بالنسبه لك؟ هم محليين كتير كتير جدا بس ابرزهم يعني كابتن وائل بدر طبعا وكابتن سمير جوده وكابتن ياسر عبد الوهاب وناس وكابتن شعبان عبد الرحيم ناس كتير جدا بحبهم اتفرج عليهم محليين. وكعالميين دلوقتي وقتنا الحالي طبعا يعني يانس انتكومبو وكار ايرفينج بس عشان البوزيشن بتاعي انا بتابعه فهو راسل وست بروك وجون وول اللي هو البوزيشن بتاعي. لكن طبعا عالميا يعني مايكل جوردن ما فيهاش خلاف يعني. مفيش. بتتابع كوره ولا ما بتتابعش كوره؟ بتابع كوره طبعا. بتتابع طبعا. لعبت كوره؟ لعبت كوره وانا صغير وانا عندي 8 سنين لحد 10 سنين في نادي الزمالك. بس كان لي اخ توأم بيلعب في باسكت فانا قلت ان انا اكون معاه ولقيت نفسي طبعا اكتر في الباسكت من وانا عندي 11 سنه وانا بلعب في النادي. فانت حسيت الباسكت هي لعبتي. بتتابع اليورو دلوقتي؟ بتابع اليورو. بتتابع بتشجع مين؟ فرنسا. فرنسا النهارده هتفرج على الماتش. فرنسا والمانيا. فرنسا هتكسب؟ فرنسا تكسب 2-0. لا سيبك من الحب يعني هتكسب كام؟ 2-0. ده انت على طول قلت ده انت ده سؤالنا النهارده بالمناسبه على السوشيال ميديا فرنسا والمانيا مين اللي يكسب انت قلت النتيجه على طول. فرنسا 2-0 ان شاء الله. مهاب انت حقيقي شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب والعمر ليك دايما كله نجاح وان شاء الله نفرح بيك وانت موجود في الام بي اي في احسن فريق في الام بي اي كمان. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا ربنا نورتني. ده كان لقائي مع النجم مهاب ياسر نجم نادي الزمالك لكره السله. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله.